أخوي يعرف الخلوة الفردية يعني حد سمع عنها قبل كده ولا كم حد؟ طب حلو خالص. الخلوة الفردية هي عبارة عن جلسة مع ربنا، يعني جلسة هادية كده بقعد وببتدي عشرة معاه. زي ما مثلا بيقول تعرف فلان؟ طب عاشرته؟ لا. فهي الخلوة بداية العشرة مع ربنا، بداية إن أنا أقعد معاه، أقعد أتمتع معاه، أقعد أسمع عن كلامه، أتكلم معاه. لو عندي مثلا هم بقوله له يرد عليا، ببتدي اخد وبدي مع ربنا في القعده دي. الخلوه الفرديه مهمه جدا، وهنقول مع بعض دلوقتي الايات يعني اسبابها اهميتها. مهمه لان المسيح نفسه عملها في مرقس 1:35: وفي الصباح بكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك. المسيح نفسه قام بدري وكان بياخد خلوته. المسيح كان بيجاهد جدا في اصوامه وفي صلواته وفي الصلاه. طب ليه كان المسيح كان بيصلي؟ ليه كان بيقوم بدري ويصلي؟ لان هو انسان كامل وإله كامل، فعشان هو انسان كامل كان بيجاهد، كان بيطلب عشان ينمو اكتر ويكبر اكتر في النعمه. تاني حاجه مهمه ان احنا بنقوم بدري، يعني احنا بنقدم بقوه يومنا وبنقدم اول حاجه في يومنا لربنا. يعني بقوم بسلم يومي كله للمسيح. عندي مشكله في شغلي، عندي حاجه في دراستي، حاجه واقفه معايا في حياتي، عندي هم، عندي تعب، عندي ضعف، بحطه كله قدام ربنا وبقول له يا رب انا بسلمك يومي، انا بسلمك حياتي، تعالى يا رب املك اليوم عليا. تاني حاجه في اهميه الخلوه ان هي وصيه الهيه. في متى 6:6 مكتوب كده: اما انت فمتى صليت فادخل الى من دعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي في الخفاء يجازيك علانيه. بدخل لمخدعي وبقفل بابي. يعني ايه كلمه بقفل بابي؟ يعني بقفل حواسي، يعني لو معايا موبايل بقفله، لو في حاجه شغاله بقفلها، بنعزل تماما عن العالم واستعد للدخول لمحضر الله، وان انا اقعد معاه وان انا اتكلم معاه وان انا اسمع صوته. سماع صوت الله ده امر مهم جدا في حياتنا، والخلوه هي بدايه ان انا يبقى ليا علاقه مع ربنا، بدايه يعني دي البذره اللي انا برميها علشان انمو واكبر اكتر في حياتي الروحيه. فهي وصيه الهيه. نرجع تاني لمتى 6:6: صلي الى ابوك الذي في الخفاء. التلاميذ لما كانوا بيصلوا، لما قالوا للمسيح علمنا يا رب احنا مش عارفين نصلي، قول لنا نصلي ازاي؟ فالمسيح قال لهم قولوا ابانا، يعني اما انتم قولوا ابانا الذي في السماوات. فهي العلاقه ما بيني وما بين ربنا علاقه صله، بطلب من ابويا اللي بحبه واللي ليا داله خاصه عليه، بدايه علاقه مع ابوه الله. وابوك الذي في الخفاء سيجازيك علانيه. كل امر وكل طلبه وكل صلاه انت بتصليها في الخفاء في مخدعك في السر، كل طلب انت بتطلبه من ربنا انت هتمه فيه قصاد الناس. هتلاقي نفسك مع الوقت بتكبر واحده واحده وبتعلى في النعم. فاول حاجه المسيح هو اللي عملها وهو ده في اهميتها. تاني حاجه هي وصيه الهيه. تالت ايه متى 4:4: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. فزي ما انا جسدي بحب ضروري اكل واخد غذاء واكل 3-4 مرات في اليوم مثلا، فكلمة الله هي الغذاء الروحي ليا في حياتي معاه. فالخلوة مهمة جدا ودي أهميتها. طب إزاي بقى أمارس الخلوة بقى؟ يعني خلاص عرفنا أن الخلوة مهمة وأن المسيح بنفسه بدأ بيها وبدأ بيها يومه، وهي حاجة مهمة جدا وبداية علاقة وبداية عشرة مع ربنا. أمارسها إزاي؟ أول آية في مزمور 100:2: اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم. بدخل محضر ربنا بالترنيم والفرح، بشكر ربنا على كل ظروفي اللي انا فيها. يعني حتى لو انا بمر بظروف صعبه اشكر ربنا، اشكر ربنا جدا على الوضع اللي انت فيه، اشكر ربنا ان هو بيعلن لك عن زهته، ان عينك بتتفتح اكتر على ربنا. قول له يا رب انا بشكرك قوي من اجل ان انا لسه بحبي، من اجل ان انا ببتدي علاقه معاك. انا بشكرك على ظروفي، بشكرك على دراستي، ممكن دراستي اللي انا ما كنتش بحبها، ممكن شغلي اللي انا مش بحبه. اشكر ربنا على مديرك مثلا اللي مضايقك في الشغل، اشكر ربنا على
بابا وماما اللي في البيت اللي ممكن يكونوا برضو مضايقينك في حاجات، قدم شكر، قدم شكر لربنا اكتر، وادخل لمحضره بفرح كده وتهليل. يعني شغل ترنيمه مثلا انت بتحبها، هيئ نفسك وهيئ قلبك اكتر. ممكن يكون مزمور انت بتحبه، ده يعني بدايه الدخول. بعد كده بنقدم توبه بقى، ان رعيت اسما في قلبي لا يستجيب لي الله. ممكن انا اكون جوايا ضعف، والضعفه دي ماسكه فيا قوي ومكلبشه فيا، بس اعلن رفضك للضعفه دي. يعني قول له يا رب انا بشكرك وبقدم توبه النهارده عن كل ضعف. يعني سلم كل ضعف في حياتك، وسلم كل خطيه انت رافضها. يعني ممكن تكون عاده، ممكن تكون كذب، ممكن تكون ادانه، ممكن تكون مشغوليه او تضييع وقت. يعني قدم توبه عن كل ضعف وارفض ده، اعلن رفضك للامر ده. بعد كده هتبتدي تفتح الكتاب المقدس، واحنا بنمشي بترتيب بقى. يعني انت خلاص شكرت ربنا وقدمت توبه، احنا الخلوه بنقرا، ناخد قراءتنا بانتظام. وليكن مثلا هنبتدي بانجيل يوحنا، فهناخد انجيل يوحنا كله لحد ما نخلصه. بعد كده ندخل في انجيل مرقس مثلا، ندخل في متى، بناخد باراجرافات صغيره. هي الخلوه زي يعني تلسكوب كده، او باراجراف من ايه ل 15 ايه. يوحنا مثلا الاصحاح الاول من 1 ل 18، ببتدي اقرا الجزء، اتامل فيه مره واثنين، ولحد ما تلاقي ايه لمعت في عينيك. الايه دي خدها واكتبها، قول له يا رب وانت بتقرا الباراجراف ده كذا مره، تكلم يا رب يعني انا عبدك سامع. فهتلاقي في ايه لمعت قصاد عينيك، الايه دي هي رساله الله ليك النهارده. وصلي قوي بالايه بعد كده، يعني زي انت خلاص ربنا اتكلم معاك وقال لك ايه، ابتدي بقى خد الايه دي وعيش بيها يومك، اكتبها. يفضل ان انت برضو تحفظ الايه على اخر الشهر مثلا، هتلاقي نفسك حافظ معاك رصيد ايه 30 ايه انت حافظه، رددها وعيش بيها. ممكن تكون الايه دي وصيه، قول له يا رب اديني نعمه ان انا اعيش بالايه دي وان انا انفذ الوصيه. ممكن تكون تبكيت على خطيه، قدم توبه. ممكن يكون وعد ربنا هيوعدك بيه والوعد ده هيتحقق، اشكر ربنا على الوعد ده، قول له يا رب انا مصدق في وعدك ليا. نصايح يعني مهمه، بس الخلوه بتبتدي من بالليل. انت احنا اتفقنا ان احنا هنعمل خلوتنا الصبح. من انت مثلا بتروح شغلك الساعه 7 الصبح، فهتصحى اعمل حساب بقى، هتصحى بدري شويه مثلا على 7 الا ربع او 6 ونص، فتبقى نايم بدري من بالليل. الخلوه دايما بتبتدي من بالليل، تبقى محضر من بالليل حاجتك، محضر انجيلك ومحضر الورقه والقلم واللي انت هتكتب فيه وكتاب ترنيمك وكل حاجه، بحيث تقوم من النوم مستعد وجاهز ان انت تتقابل مع ربنا وان انت تبتدي الخلوه معاه. ربنا يدينا نعمه، والخلوه هي اللي بتبني، الخلوه هي اللي بتشجع كلنا كخدام. اهم حاجه في حياتنا الخلوه. اليوم اللي ما بناخدش فيه خلوه ده يوم مش موجود في الحياه، ده يوم انا النهارده ما قمتش مع ربنا. بتفضل متعكنن ومقريف طول اليوم، انت بمجرد ما هتبتدي وتواظب عليها مره يوم في التاني في التالت، خلاص هتبقى عاده مش هتعرف تبطلها. هتسمع فيها صوت ربنا، هتحط كل همك فيه، اي مشكله عندك هتلاقي ربنا بيجاوب عليك من خلال الخلوه، وهتنبهر بامور عجيبه. انا شخصيا لحد دلوقتي فاكر خلوات الله كلمني فيها وتحققت، وعود وحصلت، امور الله بيعدها وبيشكلها فيك. فربنا يدينا نعمه ويدينا بركه، ولانها كل المجد امين.